الأسبوع هذا الأخير تم توقيف سلعة لأنها تشكل خطورة على صحة المواطنين، وهذه السلعة اللي توقفت هناك إجماع تاع كل المصالح المعنية بمراقبة المواد المستوردة، لكن بعد أسبوع فوجئنا باللي السلعة هذه خرجت. ريزمو سمعنا بها، خرجت، حكمناها في الشرق الجزائري. والسيد هذا اللي خرج السلعة تاعه معروف، كاين بزاف اللي ساعدوه، وتعرضنا لهذه المساعدات لدرجة توقيف السلعة. السلعة موقفة حتى خرج دورها، وتبعناها وحكمناها. هذه المفروض السلعة هذه إذا قال النظام احنا لازم الوزير يتبعها هكا وتروح حتى وحكمناها.